اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وكالعاده كواليس المونديال لغايه يوم الاحد اللي جاي هنفضل شغالين كل يوم كواليس المونديال، بعد كده هتشوف كواليس ثانيه نقدر نشتغل عليها. عموما كواليس المونديال وكالعاده ايهاب الجنيدي بيكون معانا. ازيك يا ايهاب؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن. تمام؟ سعيد ان انا معاك. انا اسعد. ايضا مصطفى صابر. مصطفى مصطفى مصطفى، انا هقعد كل شويه مصطفى مصطفى عشان ايه؟ ما اقولش محمد. لا الاثنين واحد يا كابتن. طبعا حبيبي. اهلا بيك. ازيك يا مصطفى؟ اخبارك ايه؟ ان انا كله تمام؟ ربنا يخليك يا حبيبي. خلينا وكالعاده نطلع نشوف اهم اخبار المونديال من خلال هذا التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري لسه نازل دلوقتي، كابتن محمود البنا حكما للساحة، كابتن أحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، كابتن أسامة عبد اللطيف حكم مساعد ثاني، كابتن مصطفى عثمان حكم رابع، كابتن محمد عباس حكم فار، كابتن سامي هلهل حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم اللي هيكون متواجد غدا ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي ضد نادي الاتحاد السكندري. احنا هنا ما بنتكلمش، بنتكلم بس محليا. انا قلت عشان لسه تشكيل الحكام طاقم التحكيم نازل، فقلت اقوله لحضراتكم. يعني برضو خليني ابدا بك يا ايهاب ونتائج مباراه دور الثمانيه، هل جاء فيها اي شيء مفاجاه من وجهه نظرك؟ مفاجاتين كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا البرازيل مفاجاه كبيره انها قلنا النتائج يا شباب على انها تودع المونديال بالهزيمه بركلات ترجيح قدام منتخب كرواتيا. مباراه كانت سهله جدا على المنتخب البرازيلي، يعني مش هقول جدا بس كانت سهله وفي المتناول، ولكن البرازيل كالعاده يا كابتن فيهم عيب كبير جدا، التعالي على الكوره. سلسله كوكبه من المهارات والنجوم، المنتخب ده لو لعب كوره وبذل جهده والكره لا تعطي الا لمن يستحق. صحيح، هم تعالوا جدا على الكوره وكان الماتش، وشوف اللعب اللي كانوا بيلعبوه، عندهم ثقه كبيره جدا انهم هيكسبوا. عندهم ثقه من قبل ما يلعبوا البطوله دي بتاعتهم. صحيح، منتخب البرازيل المرشح الاول وبيلعبوا كل مباراه انهم هيكسبوا، فكان النتيجه في النهايه انهم ودعوا المونديال، وكان منتخب الصابغين كلهم صبغوا ابيض. حلوه دي. كرواتيا طبعا وفوزها على البرازيل 4-2 في بركلات الترجيح، وهولندا وايضا خسارتها من الارجنتين 4-3 بركلات ترجيح، والمغرب والفوز التاريخي على المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، ثم فرنسا وفوز تاريخي ايضا على المنتخب الانجليزي. ده مباراه طبعا مفاجاه بالنسبه لي. المفاجاه الثانيه طبعا منتخب المغرب طبعا. منتخب المغرب الشقيق اللي بيواصل الابهار بعد ما تصدر مجموعته في الدور الاول وكسب اسبانيا، يعني خلاص هو رد على كل الناس، انا مش ماشيه معايا باي لك او مش ماشيه بالحظ، لا انا منتخب مجتهد، منتخب بجاهد، عندي مجموعه من اللعيبه المتميزين جدا في الملاعب الاوروبيه، والبطوله دي الحقيقه هتفرق جدا كمان مع لعيبه المنتخب المغرب واللعيبه المغاربه بشكل عام في الفتره اللي جايه. صحيح، هيبقوا مطلوبين في اوروبا بشكل كبير، لان بقى في سبوت كبير على المنتخب ده منتخب قوي جدا، منتخب مميز. فدي برضو كانت نتيجه مفاجاه. البرتغال كانت اغلب الترشيحات زي ماتش اسبانيا قبلها في صالح المنتخب البرتغالي طبعا بنجمه الكبير كريستيانو رونالدو اللي دموعه كانت حديث العالم امبارح. تقريبا المونديال خلاص يعني بنسبه كبيره، هو حتى الان ما اعلنش الاعتزال دوليا، ولكن ده قرار منتظر يعني الفتره الجايه، وان كنت وجهه نظري اعتقد ان كريستيانو رونالدو هياخد امم اوروبا 2023 اللي جايه في شهر يونيو، هيلعب البطوله دي. شخصيه رونالدو الكاريزما بتاعته ودماغه بتقول انه لا انا ما اطلعش كده، لازم اسيب بصمه، لازم اسيب انجاز، فاعتقادي انه لسه هيكمل. بلدينه الصح. 37 سنه طبعا. نجم كبير يا كابتن، نجم كبير. طبعًا. انا يعني نجم كبير جدا، الانتقادات والناس اللي بتهاجم بتحاول تقول انه يعني مش هو رونالدو والبطوله، مش هو، بس لا تنسى من هو رونالدو. رونالدو تاريخ كبير جدا في تاريخ كره القدم، ما فعله في حياته الحقيقه ارقام قياسيه. نعم، ده هي ارقام قياسيه كبيره جدا. هداف التاريخ لدوري ابطال اوروبا، راجل هداف تاريخ لكره القدم بشكل عام، يعني تجاوز ال 700 هدف في مسيرته، محدش هيوصل للكلام ده خالص على اعتقادي يعني. صحيح، فانجاز كبير جدا رونالدو. رونالدو لسه بقى هو المنتظر دلوقتي، حقبه ما بعد رونالدو زي ما الصحافه البرتغاليه بتتساءل النهارده هيبقى فيها ايه؟ يعني هل تشكيل المنتخب هيتغير؟ هل هيعمل ايه بيبي 40 سنه؟
هل هيستبعده فرناندو سانتوس نفسه المدرب العجوز هيكمل ولا هيبقى ايه؟ هو سانتوس نفسه قال لك انا مش هقدر اكمل. يعني فهو دلوقتي في تساؤلات كتير في البرتغال زي ما بيحصل عندنا، مثلا منتخب خسر او منتخب طلع او كذا، ايه اللي هيحصل الجاي؟ لسه في غموض حوالين القصه دي. المباراه لو دخلنا المباراه فرنسا وانجلترا القمه اللي كنا مستنيينها، طبعا زي ما حضرتك قلت فوز تاريخي لفرنسا، لان غالبا غالبا انجلترا بتقدر تتفوق في المواجهات القاريه الكبيره اللي بينهم، المواجهات العالميه القاريه الكبيره والمواجهات الاقصائيه، يعني المواجهات الاقصائيه بالظبط بتتغلب على فرنسا، فكانت مفاجاه وكانت يعني الضربه جت من القائد الامل اللي واخد لقب سير عندهم النجم الكبير هاري كين، انه كان يجيب يعني كانت ايده. انا كنت قريت له تصريح درش اتكلم فيه عن، قال لك انا في حياتي مش هنسى هذه، هتفضل تطاردني ركله الجزاء دي واسمع طبعا لغايه لما اموت، ده حقيقي فعلا لغايه ما بطل يعني، وقال لغايه لما بطل. وخاصه انا كابتن الحارس لوريس اللي معاه في الفريق في توتنهام، فاكيد هو حافظه. هو على فكره لوريس حاول يلعب على نفسيا عليه ان هو يطير في الزاويه اللي هو بيلعب فيها على طول، هو قال هطير عكس ده في ضربه الجزاء الاولى، لوريس طار عكس ما بيلعبها هاري كين. هاري كين دايما بيلعبها في المتر ونص في على عدله رجله صح، ولعبها فعلا كده بس عاليه المره اللي بالك انا مش الثانيه عكس عليت شويه عليت قوي شويه ولوريس طار الجنب الثاني برضو. انا كابتن كنت بتفرج على المباراه يعني بقول يا ريت ما يلعبهاش. برافو عليك، انا لسه ده اللي انا كنت هقوله، انا كنت من مسددي ركلات الجزاء. تمام بالظبط. في مباراه الاهلي والاسماعيلي كنت بلعب في الاسماعيلي في ذلك الوقت، انا شفت رقم 3 اللي هي الاسماعيلي كان متقدم فيها الاهلي 3-2، لما جت الرابعه رفضت ان انا اشوط لانه نفسيا إن مش مستعد. غير ان انا نفسيا مش مستعد، دايما الكره الثانيه ضربه الجزاء الثانيه بتبقى صعبه جدا جدا جدا، توتر على توتر، فما بالك انت تلعب الكرة الثانية ما كان دخل رقم 2 ماتش حاسم كبير، انت دايما بيبقى فيه 3 رقم 1 و2 و3، الثلاثة بيبقوا زي بعض تقريبا، ولكن قوة الأعصاب بس هي اللي بتخلي والقيادة يا كابتن والقيادة بتخلي رقم 1 هو دايما اللي، لكن خلاص طالما شاط طب ما حد تاني يخش يشوف، خاصة ان عنده لعيب نظري يعني، بس دي بتبين اللاعب الكبير من اللاعب اللي هو الجيد او الوسط شوية. هاري كين لاعب كبير مش محتاجين ان احنا نقيم، هو هدوء، عنده هدوء وعنده قيادة كبيرة جدا للمنتخب طبعا، مفيش مشكلة ان هو يشوط الاثنين، بس يكون على فكرة الكورة رايحة قوية جدا بس هي عليت منه شوية، وده يمكن في الاخر هي طلعت وكان السبب فعلا ان هو يطلع يعني لو واحد تاني، بس يا كابتن انا مش عايز الوم ادي اللوم كله على هاري كين، لا لا طبعا ده مفيش يعني لوم، انا شايف لا ما هو اطاح بالمنتخب خارج المونديال، بس انا بتكلم ان ساوس جيت برضو عليه شويه اخطاء التبديلات هو دايما معروف ان التبديلات عنده سيئه جدا وسيئه جدا. انا دلوقتي يا كابتن الماتش امبارح ساكا نجم الماتش اصلا، لحد التعادل كان نجم الماتش ساكا، صحيح يطلع ساكا وينزل سترينج غريبه يعني، هو تغيير بالنسبه لي غريب جدا، انت بتطلع اخطر لاعب عندك واكتر لاعب بيروح دايركت على المدافعين، اللاعب الوحيد يا كابتن في المنتخب الانجليزي اللي بيروح على المدافعين مش بيستنى هم يقولوا، وعرف ياخد ضرب الجزاء من شاومين اللي هو سجل الهدف الاول صحيح، وعرف يلبسه فيها بالعربي، فده انا بالنسبه لي غموض جدا ان انت تطلع ساك اهم لاعب عندك وتنزل ستيرلينج وبعد كده تسحب واحد من المدافعين وتنزل جريليتش، برضه فين ماديسون اللي هو الدقيقة كام؟ في الاخر دي ما انا بقولك غريبه جدا، وانا مش عشان اجيب الجون لازم انزل المهاجمين لا صحيح. خالص ما مين اللي هيساعدهم بالكوره اللي قدام، مين اللي هيوصل لهم الكوره، انا عندي ماديسون من اهم لاعبي الليستر والمنتخب الانجليزي ما استفدتش منه طول المونديال خالص، ودي علامه استفهام كبيره. عندي تريبير اهم باك يمين في العالم حاليا وبيقدم مستوى رائع جدا مع نيوكاسل، ورغم كده ما شاركش برضه، ولعب وولكر في الجهه بتاع مبابي، تريبير قائد نيوكاسل بصراحه يعني بالنسبه لنا احسن باك يمين في العالم حاليا. انا كنت علامه استفهام كبيره ان هو ما يلعبش الماتش ده، وارنولد برضو عدم وجوده ارنولد يعني عليه برضو يعني في اوكي، بس انا مثلا اقول لك ايه اخر كوره في المباراه اللي راشفورد حطها اول، انا لو انا وعندي فضيلة تغيير هنزل ارنولد يلعب هو في حتى لو زي اليد بالظبط، اصل هنزله عشان يلعبها بس والمنتخب اللي قدامه منكمش صحيح، كملنا وكملنا صحيح بنفس الطريقه وبنفس الشكل، ما جاتش جول خلاص ادينا النهارده يا كابتن كل اللوم في الصحف، لا لا الصحافه الانجليزيه والصحافه العالميه كلها مصطفى بتلوم ساوث جيت. ساوث جيت كان قدامه فرصه وعنده منتخب، عنده سكواد عالي جدا، احسن جيل يا كابتن للمنتخب، عنده سكواد عالي جدا حقيقي. ولكن قال لك مدرب ليس بحاجه، مدرب خواف النهارده قالوا عليه مدرب خواف، هو ده اللي احنا دايما بنقوله ان ساوث جيت
يستحق منتخب اقل الحياه منتخب اول منتخب الانجليزي يعني. على فكره كابتن عندهم منظومه هايله جدا ودوري هايل جدا طول عمر الدوري الانجليزي قوي، بس دايما العناصر بتاعته بايه مش قويه قوي، بتلاقي عنصر او اثنين او ثلاثه زي بيكهام وروني، انما حاليا انت عندك منتخب مكتمل الصفوف بالبدلة يعني انت صحيح. عندك في كل مكان لا بديل واثنين وثلاثه وكلهم هايلين وبيلعبوا في توب. فانا مستغرب ان انت بتلعب قدام فرنسا وماتش اقصائي زي ده وما بتستخدمش كل اصلا العناصر اللي عندك على الدكه مع انهم عناصر جيده جدا ويصنعوا الفارق. صح، فانا دي علامه استفهام بالنسبه لي، انا مش فاهمها. اذا الاثاره تزداد بعد ختام دور الثمانيه والبطوله لم تبح بكل اسرارها حتى الان. هذا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم بقى عن فوز المغرب ووصوله للدور قبل النهائي، يعني مباراه لم يكن احد يتوقع ان يظهر المغرب بهذا الشكل، ولكن صعود المغرب في المركز الاول بالنسبه لمجموعته اعتقد ادى امل كبير جدا لكل العرب وكل الافارقه. بس انت تكسب برضو اسبانيا وبعد كده تكسب البرتغال شيء رائع جدا. طبعا خلينا اتفق كسبنا في البدايه، وكنت مع حراك هنا ان احنا قبل ما يبدا البطوله قلت لحراك المنتخب العربي الوحيد اللي هيتاهل صحيح المغرب. صحيح كنا متفقين عليها، مجموعته في امل منها انك تعدي بلجيكا في ظل المستوى السيء بتاعها اللي احنا توقعناه من قبل البطوله، وكرواتيا وكندا. فاحنا كان اغلب الترشيحات بتقول ان هيبقى ان شاء الله المغرب عنده فرصه كبيره مع كرواتيا في ظل السوء اللي ظهر عليه منتخب بلجيكا واللي اتاكد من اول جوله. صحيح اول مباراه ظهرت فيها رغم فوزهم بهدف على كندا الا انهم كانوا منتخب سيء وظهر بشكل سيء وكندا تفوق عليه. المنتخب المغربي منتخب قوي جدا يا كابتن في البطوله دي، ايا يعني اللي يتفق مع هذا الكلام اللي يختلف عليه، لا هو منتخب قوي بدءا من الحارس المرمى المتميز جدا لفريق اشبيليا الاسباني ياسين بونو. قدامه خط اقوى خط دفاع في البطوله، قدامه خط دفاع هو الاقوى في البطوله، اول فريق من ثلاثه كلين شيت املاح واناهي وعطيه طله والمجموعه كلها مجموعه متميزه جدا جدا جدا. عندهم لعيب على الدايره يا كابتن يعني مرشح كل الحاجه كل الخبراء تقريبا انه هيدوا له افضل لاعب وسط دايره في البطوله في كاس العالم امرابط، سفيان امرابط عامل بطوله عاليه جدا جدا يا كابتن مع الاكتشاف زي ما قلنا حكيم زياش اللي اعاده الركراكي. وقبل كل دول بقى يا كابتن زي ما حضرتك قلت من شويه على جاريث ساوثجيت المدرب حقيقي. المدرب وليد الركراكي مدرب فارق كبير جدا، مدرب الحقيقه عامل فارق كبير جدا جدا يا كابتن، وعامل صح وعامل مد ثقه لعيبته كبيره صح كبيره جدا، واي خطا حتى في الدور الاول كده ما بيحملش لعيبته اي حاجه، ما بيتكلمش على لعيبته انها بتستعمل حاجه. الخط لما تيجي الكاميرا عليه زي ما حضرتك بتشوفه وتتابع ما شفتوش بيتنطط في هدف، ما شفتوش بيجري بيعمل كده. مظبوط مدرب هادي بيقرا الجيم، تغييراته في الشوط الثاني دايما تغييرات موفقه جدا، بيعرف ينزل لعيبه تسحب له فرقته لو تصريحاته رائعه كمان. خلي بالك انا بعرف المدير الفني من تصريحاته بالظبط. أيوة. لسه هخش مع حضرتك على التصريحات، متزنه متزنه رغم التصريح القوي ليه اللي من اول المونديال واللي كل مؤتمر صحفي يصر عليه وهو لما لا نفوز بكاس العالم، واللي اصبحت تيما زي ما بنقول او خلاص بقت كل العرب دلوقتي من اول البطوله بيقولوها معاه، هو الجمله بتاعته الشهيره اللي قالها في اول مؤتمر وكل مؤتمر بيكررها، لماذا لا يفوز المغرب بكاس العالم. صحيح ادى طموح للشعب، ادى طموح صحيح كبير جدا للعرب دلوقتي حاليا. كل العرب يا كابتن سواء بيتفق اللي بيشجع الكره المغربيه احنا ممكن نقول لا خلاص ده احنا في بيننا وبين شمال افريقيا صراع، لا ده لما نلاعب بعض صراع، انما لما المغرب بيمثل صحيح حاليا بيمثل العرب وبيمثل القاره الافريقيه. يا اخي اللي الناس اللي بتقول هذا الكلام الحقيقه انا ببقى مستغرب جدا، يعني يقول لك اصل الاهلي كذا انتوا دلوقتي بتشكروا، ما احنا يا جماعه احنا بنتكلم عن وحده عربيه او ان الناس يعني كلنا فخورين باللي بيعملوا. احترامي يا كابتن، انا اسف ده ناس مريضه يعني اللي بيتكلموا عن النادي الاهلي تحديدا في اليومين اللي فاتوا ويقول لك مش هو ده المغرب واللي بيتهنوه مش هو ده لقع واللي انتوا قلتوا في نهائي افريقيا عمل ايه ومش يعني دي حاجه ودي حاجه يعني دي مالهاش علاقه بدي يعني احنا بالعكس ده احنا دلوقتي بنقول ان هو رجل هايل ورائع وكويس ان هو بيحافظ على انديته طبعا بيحافظ على حقوق الانديه بتاعته والكلام ده كله، هو ده اللي وصلهم لهذا الشكل وبهذا المستوى اللي وصل المنتخب زي ما حضرتك بتقول صحيح بالقوه دي منتخب ينال احترام العالم حاليا. يعني كل مكاتب المراهنات في اوروبا انت حضرتك عارف هناك في اوروبا دايما في مراهنات على المباريات غير عندنا خالص، فالدنيا هناك من بعد المباراتين الاخاره للمنتخب المغربي قدام اسبانيا والبرتغال حاليا بقى منتخب المغرب لا ما خلاص ما بقتش الترشيحات يقول لك 9-1 8-2 في الماتش اللي جاي بتاعه مع فرنسا، لا بيقول لك مش عارفين
مكاتب المراهنات خلاص 50 اه وفي ناس بتدي المغرب. عرفت منين يا عم مكاتب المراهنات؟ انت بتراهن يا عم ولا لا؟ طبعا لا. احنا عارفين كل هذه الاخبار طبعا بتبقى موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا المغرب يا مصطفى عامل حاله كده جوه الكاس العالم، خصوصا ان انت بتلعب في بلد عربي، وبالتالي دايما بتلاقي المدرجات هي في معظم المباريات كانت موجوده للجماهير، لكن جماهير المغرب مختلفة ومودية المغرب لمنطقة تانية خالص. حقيقة يا كابتن، غير ان كل الجاليات العربية اللي موجودة في قطر بتساند المنتخب المغربي، وده مؤثر جدا مع الفرقة وباين. زائد يا كابتن المنتخب المغربي عامل لفتة كويسة جدا، ان اهالي اللعيبة موجودة معاهم في المدرجات وبيحتفلوا معاهم بعد كل ماتش. اكيد وجود الام والاهل ده اكتر حاجة تطلع وتطحن اللاعب انه يطلع اقصى ما عنده. بيخلوا دايما يعني شفنا احتفالات اللعيبة مع امهاتهم وابهاتهم واهاليهم بعد المباريات، ده بيدي دافع كبير جدا للي جاي بعد كده. هنرجع لوليد الركراك يا كابتن، مدرب بيقرا الماتشات كويس جدا في اثناء قبل بس ما وانت بتتكلم خلينا نقول احنا المعدل يا عم، هنحط لحضراتكم بعض الارقام الخاصه اللي واحنا بنسمع مصطفى نقرا برضو المعدل العام لفريق المغرب خلال البطوله، الاهداف المعدل، الفرص المعدل، يعني الحاجات كلها، كل ما يخص الارقام الخاصه بالمنتخب المغربي واشرف حكيمي وحكيم زياش. المنتخب المغربي يا كابتن بيقدم مستوى دفاعي هايل جدا، هو اول فريق افريقي يدخل كاس العالم ويعمل 3 كلين شيت وكمان ورا بعض. ياسين بونو يا كابتن بيقدم مستوى هايل جدا، وتقريبا هو افضل حارس في البطوله حتى الان، ويمكن بعد ما البطوله خلاص قربت تخلص وهو حاليا بيقدم مستوى كويس. بالمناسبه ريال مدريد كمان بدا يفكر في ياسين بونو. يا كابتن تشبيليا يعني طالب حوالي 30 مليون بس، وده هيبقى اكبر حارس عربي في التاريخ بالقيمه دي. نرجع تاني يا كابتن لوليد الركراكي، بيقرا المباريات كويس جدا وبيعرف على قد المعطيات اللي عنده، بيعرف يطلع اقصى مجهود من اللعيبه اللي عنده. بصراحه عنده خط وسط يا كابتن انا شايفه ان هو ده اقوى خط وسط مع المنتخب الفرنسي في العالم في البطوله. عنده سفيانو مرابط وزي ما قال ايهاب ده بيقدم مستوى هايل جدا ويعتبر افضل لاعب في خط الدايره. زائد اوناحي يا كابتن، اوناحي ده انا شايفه اكتشاف. بالمناسبه انريكي طلع يشيد بيه جدا بعد الماتش بتاع اسبانيا، قال لك لاعب عجوبه بيظهر في كل حته في الملعب. اوناحي لو شفناه الماتش اللي فات فعلا بيظهر في كل حته من الملعب، ولاعب هادي جدا بتلاقيه على الكوره الكواليتي بتاعه بيظهر عالي جدا، بيعدي من واحد واثنين بكل هدوء وبيمرر كل اللي قدام. ده اللي انا بشوف انه واحد من اهم اللاعبين في هذا الفريق الحقيقه، وان انريكي يشيد بيه دي حاجه كويسه جدا اكيد. طبعا العالم كله بيشيد بيه الحقيقه، مش انريكي بس. ده حقيقي، ده حقيقي. والمنتخب المغربي عرف يشرف، ولحد دلوقتي هو شرف العرب وعدى مرحله ان هو اللعب المشرف. لا خالص، ده هو بينافس دلوقتي. هو دلوقتي بيقول لك انا ليه ما اخدش كاس العالم؟ الركراكي بيقول ليه ما ناخدش كاس العالم؟ بالمناسبه يا كابتن الصحفيين سالوه قالوا له ليه ما فيش مدربين عرب في اوروبا؟ قال لهم لا، ده تسالوه الانديه الاوروبيه ان هم ما بيستعونوش بينا، مش بيستعينوا بينا. ليه اساليهم هم ليه ما فيش مدربين عرب موجودين في اوروبا؟ ان احنا قادرين بده ونقدر نعمل ده. نفس الكلام اللي كان بيقوله موسيماني الحقيقه على الدنيين التانيين اللي حقيقي فعلا صح. ليه ما بيستعوش بيهم مع انهم بيعملوا انجازات وبعندهم فكر؟ مترشح للجائزه قال ما اعتقدش ان احنا هنكسبها، لان في نظره ثانيه عندهم لافريقيا وللعرب حقيقي مش هيبصوا لها نفس النظره. عموما كل التوفيق للمنتخب المغربي، وزي ما قلنا وزي دايما ما بقول 120 مليون مصري هيكونوا في ظهر المغرب ان شاء الله في مباراته القادمه امام المنتخب الفرنسي. خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفصل نرجع بقى نتكلم عن بقيه هذه المباريات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كنا بنتكلم عن الاخلاق الرياضيه الحقيقه في الاوف يعني بره الهواء، كنا بنتكلم عن الاخلاق الرياضيه واللي عمله ميسي الحقيقه مع مصطفى. كان لسه بتقول لي ان ده ابن فان بريسيتش لاعب كرواتي اللي نزل سلم بغض النظر، ولكن في النهايه هو ما يعرفش ان هو ابن، لا شايف لا ولد جاي لابس التيشيرت بتاعه وتعامل معاه بلطف جدا. ده حقيقي على الجانب الاخر انت ايهاب بتتكلم عن اللي عمله ميسي في مباراه هولندا. مباراه هولندا والارجنتين يا كابتن في كذا لقطه منها حاجه سيئه جدا، يعني زي ما حضرتك تابعت المباراه، مباراه اساسا الحكم يعني برضه الحكم لاهوز الاسباني انا شايف ان المباراه فلتت منه وما كانش على قدر المباراه دي. كل شويه خناقات اللعيبه، وبعد المباراه اللي حصل ميسي كان نجم كبير جدا، يعني لعيب زي فوجوريست مستنيك ياخد منك التيشيرت زي ما قال، هو شتمه وهو بيعمل الحوار وقال لفظ سيء ما ينفعش يتقال طبعا اساسا، هو ابعد كذا، واللعيب مستنيه عشان ياخد التيشيرت ويتهم مدرب قدير ويعني احد اساتذه كره القدم في العالم يوسف فان خال، ويقول لم يحت انا ما بحترموش
وهو غير محترم وكذا لانه لم يحترمنا. يعني مهما كان الكوره والتنافس لازم يبقى في اطار زي ما حضرتك قلت الاخلاق الرياضيه وفي اطار الروح الرياضيه، لازم ما نخرجش عن الصف ده. فانا الحقيقه اللي حصل من نجوم منتخب الارجنتين والحارس نفسه مارتينيز وهو ماشي بعد المباراه عمال يشتم وعمال كذا أيه. يعني الحقيقه كانت اجواء صعبه جدا في المباراه، اجواء صعبه وكانت مباراة الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين قريبة جدا، كل أرقامها قريبة من بعض، يعني الأرقام أمام حضراتكم على الشاشة كان في مشاحنات قريبة جدا من بعض في أثناء الماتش، مشاحنات أثناء الماتش دي كانت ممكن إيهاب ما خدش باله منها، اللي هي دومفريس لاعب الانتر طبعا كان الباك اليمين بتاع المنتخب هولندا كان بيستفزهم طول ضربات الجزاء وهم داخلين في النهاية واطرد اطرد عشان بيدخل يقول لهم كلام يضايقهم صح، ولكن في النهاية أنا ميسي لا ده حقيقي انا اللي بعلم الناس وعمل احتفال ريكيلمي دايما كان على اوكي انا على فكره انا بحب يعني انا بحب ان انا ابقى منصف لبلدي لبلدي ولحد انا بحبه، هو ريكيلمي بالنسبه له هو الموديل اللي بيحبه جدا، وكان في حرب تصريحات يا كابتن قبل المباراه اصلا ما بين فان خال وما بين وقال لهم كده كده هنكسب ودول يقول لهم برده نفس الكلام، ده الطبيعي يا مصطفى ده طبيعي يعني ده الطبيعي قبل المباراه، فالمشاحنات دي اثرت على الماتش برده إيه؟ المشاحنات دي اللي خلت اثناء الماتش يبقى مشحون جيد يعني شحن لا شحن كان في لعب كويس حتى في غورست اللي نزل وصنع هو اللي جاب التعادل لاعب هايل جدا، بس هو في حته اللقطه فعلا انا بلوم ميسي ان هو كان جاي يطلب منه تشير بس هو كان في مشاحنات فده اللي خلى ادى ان هو انا شايف التصرف خارج النص تماما من نجم بحجم ميسي، يعني نيمار زي ما قلنا ده العالم بيدي رساله للعالم، ميسي بيدي رساله، رونالدو الناس بتبص للكلام ده كله، الانتماء الناس اتعلمته، رونالدو المختلفين معاه المختلفين، انا اعرف ناس يعني اللي هم برشلونيين قوي وبيعشقوا برشلونه دول بيهاجموا دايما رونالدو وكده من اللي عملوا فيهم سنين طويله مع ريال مدريد بعد الماتش متعاطفين معاه يا كابتن، المنظر بتاعه هو بيبكي وخارج هو اسطوره كل رونالدو يعني اسطوره كبيره جدا وسيظل هذا الاسم محفور في اذهان تاريخ كره القدم اجيال قادمه واجيال يعني عموما كانت مباريات جيده. خلينا بقى ننتقل الى الحديث عن مباراه الدور قبل النهائي الارجنتين هذه المباراه يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 الارجنتين هيلاعب كرواتيا في استاد لوسيل ان شاء الله. هذه المباراه الكل طبعا كلنا هنتفرج عليها، مباراه الارجنتين وكرواتيا، مواعيد المباريات مع حضراتكم في تمام الساعة 9 مباراة الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا إن شاء الله يوم الأربع أمام المغرب أيضا في تمام الساعة 9. خلينا نطلع نشوف إنفوجراف عن المنتخب، خلينا نطلع نشوف إنفوجراف عن المنتخبات الأربعة ونرجع نكمل مع حضراتكم. أرجنتين وكرواتيا مباراة صعبة، مباراة مهمة، من وجهة نظرك يستطيع أن يفوز في هذه المباراة وليه؟ أنا شايف المنتخب الأرجنتيني أقوى وأفضل وعالي جدا مع البطولة، يعني إحنا كنا في الدور الأول بننتقد كل الناس رايحة للأرجنتين يبقى كرواتيا هتوصل للنهائي يعني كنا بننتقد هيبقى نهائي تاريخي ساعتها يا كابتن، بيتكرر النهائي تاني 2018 فرنسا فرنسا وكرواتيا صحيح يعني هيبقى كرر النهائي تاني حقبة زمنية احنا لسه فيها يعني عالم ما ممكن يبقى كرواتيا والمغرب هتبقى حاجة صعبة جدا او الارجنتين والمغرب انا عارف يكون المغرب طرف ان شاء الله مباراة صعبة طبعا منتخب الارجنتين على الورق الاقرب خاصة انه منتخب عالي مع البطولة عالي صحيح. جدا مع البطولة عنده مجموعة من اللعيبة اللي عليت مع مستوى البطولة وعنده ميسي بيقدم بطولة العمر وهي زي ما بنقول اكون او لا اكون هو خلاص مش هيلعب تاني فاش كاس عالم تاني خسر 2014 النهائي قدام منتخب المانيا عمل كل حاجه في الكوره ميسي خلاص كل حاجه على الصعيد المحلي صعيد الانديه صعيد المنتخبات جاب كوبا امريكا من سنتين حقق حلمه مع المنتخب بكوبا امريكا ما مش باقي له غير كاس العالم انا شايف ان البطوله فرصه كبيره جدا لمنتخب التانجو الارجنتيني انه يكسب كاس العالم النسخه دي الظروف خدمته الحقيقه كتير مشواره في البطوله كان مع الفرق برضو كان المشوار انا شايفه المشوار الاسهل عن الناحيه الثانيه يعني في ناحيه كده الناحيه دي والناحيه الثانيه لا المشوار هنا المشوار الاسهل الفرصه قدامه كبيره منتخب كرواتيا مش هو المنتخب اللي نقدر لا نقول بس خلي بالك لا بالعكس ده الناحيه الثانيه هي الاسهل كان هيقابل البرازيل لو كان البرازيل كسبت ده الماتش ده بس يعني برضو اسبانيا بيقولوا ان هي خسرت عشان ما تتجنب الطريق ده تتجنب البرازيل بصحيح فالمباراه صعبه كابتن منتخب كرواتيا مين اللي هيكسب من وجهه نظرك الارجنتين ارجنتين ولا كرواتيا هو ماتش صعب بس انا شايف كرواتيا لما بتوصل اشواط اضافيه عندهم 3 ريات كل اللعيبه عندها 3 ريات عندها 3 ريات ده حقيقه يا فندم وكمان عندهم نص ملعب بصراحه قوي جدا عندهم بروزوفيتش ده لاعب هايل جدا هو الرئه بتاعه صناعه اللعب الرئه الثالثه
هو اللي بصراحه كل بنيه اللعب بتتبني عليه، بيتحرك في كل اجزاء الملعب. هو اكتر لاعب قطع مسافه في دور المجموعات اصلا بصراحه، لعبه جدا، وبيتحرك من جنبه بقى مودريتش وكوفيزيتش، بصراحه عاملين بطوله هائله جدا، بزائد ان قدام عندهم بريسيتش بصراحه بيقدموا مستوى كويس، لما بيوصلوا اشواط اضافيه نعرف ان كرواتيا هتكسب دايما. كرواتيا هتكسب، نتمنى يا رب. بنتعاطف معاهم من اجل مارادونا، مارادونا اوروبا. لوكا مودريتش، يعني شفت ولاده شبهه بالظبط، نسخه منه بالملي. اطفاله بيتش، اطفاله بيتش مش بالملي. طيب خلينا نروح للمباراه الاخرى، ان شاء الله فرنسا ستواجه المنتخب المغربي في استاد البيت يوم الاربعاء الساعه 9 بالليل. قلبي يقول المغرب، ولكن العقل بيقول ان منتخب فرنسا منتخب هيكسب. انا قلت لحضرتك يمكن قبل البرازيل لما كنا هنا يوم الاحد اللي فات ان البرازيل هيكسب 4 وكسب 4، لو تفتكر ماتش كوريا قلت لحضرتك هيكسبوا كوريا 4. انا اعتقد بعد كده البرازيل هيكسب. انا قلت البرازيل هتاخد البطوله. طيب البرازيل هتاخد البطوله حالا. يعني انا مش عايز اقول التناكه بتاعتهم على الكوره وحشه قوي. منتخب قوي قوي يا كابتن والله. طبعا يعني انا زعلان عليهم ان منتخب زي واحد من اقوى المنتخبات اللي خرجت من هذه البطوله. صحيح. انا نفسي المغرب طبعا يعمل حاجه، ولكن اعتقادي انا النتيجه برضه انا عايز اقول نتيجه، انا شايف المغرب هيخسر 3-0. لا ممكن يجيب جون او حاجه، بس هيخسر 3 من فرنسا. طيب مصطفى، هي هتكون مباراه لوسط الملعب، انا شايف ان هم اقوى فرقتين لوسط الملعب بسبب يعني انا عايز اشيد بديشامب على المستوى اللي هيأهل بيه في نص الملعب. احنا قبل البطوله يا كابتن كان في اصابه بوجبا وكانتي، وكله قال صعب ان فرنسا تعمل حاجه في ظل ان غياب دول عناصر اساسيه ونجوم المنتخب. دلوقتي تشاوميني ورابيو وقدامهم جريزمان اللي بيلعب رقم 10 بصراحه بيقدمه هايل جدا. جريزمان حاليا كسر رقم قياسي جدا انه اكتر لاعب في منتخب فرنسا عامل اسيستات، عامل 28 اسيست، عدى هنري وعدى زيدان بصراحه، بيقدم مستوى كويس، عامل 3 اسيست، وهو برده الاكثر صناعه في المونديال بيلعب عشان بيلعبوا رقم 10 وبيقدم بطريقه كويسه جدا. تشاوميني بيلعب هو ورابيو بصراحه بيقدموا بطوله ممتازه. في المقابل هنلاقي مرابط واناحي بيقدموا بطوله هايله جدا. فانا شايف ان الله يسيطر على وسط الملعب هو اللي هيكون عنده الفوز بالمباراه. ومنتخب المغرب بصراحه وسط ملعبه قوي جدا، وده يمكن اللي بيخلي اريحيه في الجزء الامامي نصيري وزياش. فانا شايف ان اللي هيسيطر على الدايره بصراحه هو اللي هيكون له الافضليه، وان شاء الله اتمنى ان المغرب هو نهائي. مين يا ايهاب من وجهه نظرك؟ فرنسا والارجنتين. فرنسا والارجنتين. مصطفى، ممكن فرنسا والارجنتين برضه، ممكن، بس اتمنى المغرب ان شاء الله يكون طرف في النهائي. عموما انا بشوف ان المغرب هيلاقي الارجنتين في المباراه النهائيه. ان شاء الله ربنا كل التوفيق يا رب. كلنا نفسنا قلبنا كده، انا قلت في القلب نفسنا المغرب. انا بقلبي انا احنا بقلبي. هنشجع كلنا المغرب كده 120 مليون هنشجع كده كده هنشجع المغرب ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراه. شكرا جزيلا يا ايهاب على وجودك معانا النهارده. انا بشكرك يا مصطفى على وجودك معانا النهارده. ما غلطتش اهو مصطفى. لا تمام عشان الحاجه ما تزعلش. لو خدوا البطوله يا كابتن مش هيعرفوا يكلمهم، ما حدش هيكلمهم في افريقيا خالص. مش مهم حد يجيب بعدين بقى، دي قصه ثانيه. من غير ما ياخدوا البطوله كده نبقى نقطع فيهم بقى بعدين، لكن ياخدوا البطوله دي عشان يشرفوا العرب. نرجع لصراعات الانديه بقى بتاعتنا. نرجع بعد كده لصراعات الانديه والصراعات الافريقيه ما بين المنتخبات، مفيش مشكله، ولكن احنا كلنا ال 120 مليون مصري يكونوا في ظهر المنتخب المغربي ان شاء الله. شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا، ودايما بنبقى سعداء وحضراتكم موجودين معانا. شكرا جزيلا لايهاب الجنيدي ومصطفى صابر. انا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.